بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ريان أوسم جديد حلقة رسام جديدة مع عبد الرحمن وعبد الله. طبعا الحلقة الماضية طلبت 15,000 لايك بس جاني 24,000 لايك. أقسم بالله العظيم ما أدري شو أقول. عموما يعني تقريبا 10,000 زود. طلبت 15,000 لايك جاني 25,000 لايك تقريبا، يعني حول 10,000 أو 9,000 لايك زود يعني اللي طلبته. فالله يعطيكم ألف عافية، أقسم بالله ما أدري كيف أشكركم. عموما طبعا الاقتراح الأول أو صاحب الكومنت الأول كاتب اكتبوا اثنين خالد او ارسموا اثنين خالد. طبعا اثنين خالد المعروف لا يعرف ما شاء الله، تقريبا هو انشط قناة عربية هاليومين يعني ما شاء الله، وشخص ما شاء الله ينحب بسرعة، فالله يوفقه الله يوفقه ان شاء الله يوصل مليون سريع سريع ان شاء الله. طيب طبعا اللي كتب الكومنت كاتب اكتب اثنين خالد، انا ما اقدر اكتب في لعبة الرسام مثلا الثيم اكتب اثنين خالد، الاجانب ما راح يعرفون منه اثنين خالد لانه معروف عندنا كعرب فقط، يعني قليل اجانب لكن مو كل الاجانب يعرفونه. فعشان كذا ايش كتبت؟ كتبت ثيم بيست يوتيوبر. اي واحد يكتب يعني الثيم اللي انا اقترح لهم اليوتيوبر اللي يعجبك، فاي يوتيوبر يعجبك ارسمه بدبي اللي تبغى يعني اجانب انتم، لكن احنا الثلاثه اللي هو انا وريفلكس عبد الله لازم نرسم اثنين خالد. فيب هذا بس تنبيه او يعني توضيح للنقطة اللي في البداية ليش ما كتبنا الثيم اثنين خالد. وبس الله يعطيكم العافية على المشاهدة مقدما يعني، واللايكات اللي بتجي انا عارف انه بتصك لايكات كثير فما ودي اطلب هالمرة. الله يعطيكم العافية ومشاهدة ممتعة. يلا بسم الله يا رب ان شاء الله. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اوكي بيست يوتيوبر. وش او يعني انا متفاجئ. ما كنا مخططين لها قبل شوي. ارسم زيكم يعني ارسم ايه اثنين خالد. ايه اثنين خالد كل حنا العرب اثنين خالد. على جانب ارسم اللي يبغى. ايه طيب كذا. شوف انا اعتذر صراحة لأي واحد من اصحاب اثنين خالد، والله العظيم بشوه ام الصورة لكن عوافي. والله ايه والله ما عرفت ارسم. طيب شويه شنب. الو مش في اثنين كذا اصلع. ايه والله يا مره ما ارسم يا عيال. الحين ظهرنا على حقيقتنا. وش كنا حاط روج؟ لا 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 واقعي صعب ترسم. والله الشيء واقعي. كرتون كرتون اشياء بسيطة اوكي، لكن عاد والله عاد شو اسوي عاد والله هذا اللي قدرت عليه يا شباب. عيال اثنين خالد. ايه بس كلف. لا لنا معليش لو خليته شوي معوق، لكن شوي معوق بس. وش بعد نضيف؟ ما نقدر نضيف اشياء. طيب هم نضيف شوية اللون اللحمي. عيال وينه اللحمي؟ توك ما رسمت البشرة؟ عز الله بس يا عز الله. اوكي ايش هذا الخرب على اخر شيء؟ والله انا رسمت انسان بس، رسمت انسان لابس نظارات والله ما يعني معليش. والله جلاد يا نبريكس اقسم بالله يا جلاد. والله حلو والله حلو والله غبية. لا والله ما عجبني الدقم. عجبني عجبتش الرسمة ايش تقول يا رجل. لا حلو حلو والله صوت لك انا. يلا مو مشكلة. واحد ارسم نوبي ثمانية. هذا مين اليوتيوبر؟ هذا مان جيم. هذا اثنين خالد يعني. اوكي حلوة حلوة حلوة. شوف وش ذاك؟
جاك اوكي اوكي والله ضربته العب بدبي بدبي بعد يا والله اسم جامد اليوتيوبر والله حلوه هني صراحه بس والله حلو حلو فكره اني حاط بيست يوتيوبر شو اني حطيت ما شو اني ما حطيتنا يا خالد قلت لكم انا في البدايه ليش مين هذا داز شكله اجنبي ما نعرفه اللي فوق على اليسار ذيك مغنيه ما ادري مين عيال اللي تحت هذا بروفست بس خانه التعبير مسكين ما قدر عيال اثنين خالد اصحاب اثنين خالد يا عيال اصحاب اثنين خالد يا عيال ما يفوز علينا على جانب هك سبتك قال لا 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 جانب ما يفوز لا لا عيال يا خالد اسم زي الاسم يلا يوتيوبر كويس هذا اي لاف يو كاكا حبيبي والله القلب ضابطه يا عيال وحاط شادو والله حلوه لمعه وشادو وما ادري ايش يا والله اثنين يا خالد اصحاب الريان اصحاب اسمز يا والله شكله يفوز هو والله شكله جاك سبتي كامل شو اسمه يا رب افوز على اجنبي يا رب لا فاز وشو انا بس او اي والله هلا والله هلا والله انا قاعد ادور انت ضرسني اسمز صح عليك السالفه وياه الحين لا خلاص فاز هذا انا اللي انا يوتيوبر فزنا انا اثنين خالد والله ما ادري لا اوكي الاقتراح الثاني من هذا صاحب الكومنت كتب لنا ارسموا ستيف والله جت علي طلبات كثير نرسم ستيف لكن يلا اوكي نرسم ستيف واي نت طيب اول شيء بسم الله اوكي سكتنا كل ابونا واضح ان الرسمه بتجي خرا لا واضح انها تكون كويسه جامده تجي جامده على طول عبد الله تطلع خرا يا خرا يا خرا مثلك انا لا انا مره متاخر لا انا مره متاخر طيب الحين رسمنا ستيف لكن البلا وين البلا في العيون هو ستيف ولا العيون ما العيون هذه أكثر من كذا. والله ستيف هذا ولا كلب؟ بالله ستيف هذا ولا كلب؟ على الأقل رسمت جسم والله جسم أنا. يا أخي كنت ناوي أحط عليه شوية شادو خطوط ال. فهمت البكسلات. ما في وقت والله ما في وقت. الشعر ما سويت شعر خير شر. وش ذا ستيف اللي مسعبل؟ نهر مو مسعبول اشوف النهر الباي المسنو اطيح مع قوي يا رب هالمرة لا والحب عبد الله بس مسوي له وجه مثلث ليش؟ مربع هو سمبوسة كمو الله يسلمك الله حبيب قلبي انا استحي مفروض مو بنت ايش دخلك ستيف يا عيال دب كنا اللي في مسامير ذاك اوه مباراه حاميه مباراه حاميه مباراه حاميه ولا صوت لي ستيف قزم وستيف كلب اوه عبد الله تاهل اي والله صح عيال منتج وطني يا عيال والله نستحق يعني
والله تستحق. الله على الاقل سمبوسه ولا دب، ما ينفع ستيف دب والله ما يجي سمبوسه ولا دب. اوكي اوكي اتوقع في مقارنه يعني. اوكي 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 هذا الحين شعره لا هذا الشاد اللي عنده بس ما يبان عندك. جي 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 عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه هذه. لا تنسون كالعاده لايك على هذه الحلقه، ان شاء الله الحلقه الماضيه طلبت 15000 لايك وبالاخير تفاجئ 22000 لايك، فالله يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا. قنوات الشباب ديسكريبشن ويلا مع السلامه.